بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليه أمريكا ما تقدرش تعمل حرب في الشرق الأوسط إلا بدعم حلفائها الأوروبيين؟ باختصار يا جماعة، أمريكا عندها بلادها بعيدة، وبالتالي هتحتاج لخطوط إمداد طويلة جدا، هتمشي تاخد المحيط الأطلنطي ده كله بالعرض، وهتعدي من جبل طارق، ولسه هتمشي في البحر المتوسط كله، وبعد كده هتبدأ الحرب. فمسألة الإمدادات هتبقى بعيدة جدا، وهيبقى خط الإمداد داخل المحيط الأطلنطي معرض للخطر، لأن في غواصات روسية وفي غواصات صينية، وممكن تطلع وممكن يطلع طيران أصلا يبقى مجهول ويضرب الإمداد وكده، يعني فوضى. وفي نفس الوقت ما فيش دولة في العالم عندها إمكانيات إن هي تؤمن الإمدادات بتاعتها من الألف إلى الياء إلا لو كانت ضمن الحلفاء على الجنبين. وبالتالي هنا أصبح مشكلة إن هي تيجي أمريكا تعمل حرب لوحديها مثلا ضد تركيا أو ضد روسيا لوحديها مثلا في الموضوع النزاع الأوكراني اللي هو ليه الوقت فترة طويلة، ما تقدرش أمريكا تعمل حاجة زي كده، وبالتالي هي محتاجة للحلفاء الأوروبيين، وما تقدرش إن هي تعمل حرب لوحديها. بسبب إيه؟ خطوط الإمداد. الحرب يا جماعة بتبقى عايزة إيه؟ عايزة قوة عسكرية وتقنية عسكرية وتكنولوجيا عسكرية عالية جدا، والحاجات دي كلها موجودة عند الأمريكان. بتبقى عايزة اقتصاد قوي جدا، ودولة غنية تقدر تصرف على المعركة، وده كمان عند الأمريكان. بتبقى عايزة جنود، وأمريكا بتخطف الجنود وبتجيب مرتزقة وكده، ودي مش مشكلة خالص بالنسبة للأمريكان. الأمريكان في الحقيقة خلاصة مشكلة الأمريكان في نقطتين. النقطة الأولى التمركز العسكري في المكان المناسب. أمريكا كان عندها التمركز العسكري المناسب في تركيا قبل فشل الانقلاب العسكري في 15/7/2016. لما فشل الانقلاب العسكري فقدت هذه الميزة الكبيرة، بتحاول تعوضها في اليونان لكن ما هيش نفعة بالمرة، لأن الأسطول الروسي يقدر يخرج بكل أريحية وبضمانة كبيرة من البسفور وكمان من الدردنيل، ويقدر يواجه ويقدر يقاتل، وتقدر المقاتلات الروسية النفاسة تقدر تروح تضرب، وحاجات كتير ممكن تحصل. يعني الوضع بقى متغير الوقت. أمريكا كمان ما بتقدرش تعتمد على القواعد العسكرية، عددها أكثر من 20 وحدة على فكرة في تركيا، ما بتقدرش تعتمد عليها زي الأول. يعني الأول جون كينيدي كان بيهدد الروس بأنه هو يضربهم بالنووي من الحتة دي، وخد بالك حصلت أزمة الخنازير وحصل مصالحة بعديها، موضوع مش عايز أخش فيه الوقتي. فخلاصة الموضوع كان في تهديد قوي على الروس من الولايات المتحدة بفشل الانقلاب العسكري، كل التهديدات دي راحت. فمسألة التمركز العسكري دي الوقت بقت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للأمريكان. حتى وجودهم في اليونان كمان مشكلة، لأنه هيورط الاتحاد الأوروبي في حرب، وبالتالي أمريكا مش هتقدر إن هي تقطع اليونان من الاتحاد الأوروبي، لأنها تحصل مشاكل كبيرة بين أمريكا وبين الأوروبيين اللي هم الحلفاء التقليديين معاها. فدي مشكلة اللي هي إيه؟ التمركز العسكري. المشكلة التانية هي مسألة الإمداد. يعني إيه الإمداد؟ يعني الجنود عايزين يأكلوا، والجنود عايزين يشربوا، والسلاح عايز يتجدد، وعايزين الذخيرة، وفي سلاح بيتهلك عايزين سلاح مكانه، وفي صواريخ بتتضرب عايزين صواريخ مكانها، وفي قواعد صواريخ بتخرب عايزين قواعد مكانها، وفي أمور كتير زي كده بتحصل. الكلام ده كله عايز باستمرار يكون في تجديد للسلاح وتجديد للميكنة العسكرية. فلو أوروبا ما تعاونتش مع الأمريكان في الموضوع دوت، يبقى بطبيعة الحال ان امريكا مش هتقدر كل شوية تجيلك من المحيط الاطلنطي عشان تعمل الموضوع ده، او ان هي تعمل يعني بقى اسطول كبير جدا من اول المحيط الاطلنطي لحد مثلا بحر مرمرة او لحد بحر ايجا او كده. مسألة فيها استحالة، ما تقدرش تعمل الموضوع ده. كل اللي عندها حوالي 12 حاملة طائرات او كده، او 13 حاملة طائرات، يعني الموضوع مش نافع لا من قريب ولا من بعيد. واحد يقول لي يا كابتن لطيف، طب ما هم ممكن الوقت يمولوا من القواعد العسكرية ويجيبوا امدادات من القواعد العسكرية. انا اقول لك القواعد العسكرية اللي حوالين المنطقة هي نفسها بتحتاج لامداد. يعني القواعد العسكرية دي لا تنتج اكل ولا تنتج ذخيرة ولا تنتج سلاح،
ده هي بتحتاج الحاجات ديت عشان تستعملها في تنفيذ مهام عسكرية، فلازم انك انت تنتبه للموضوع دوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.